السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبيت نرجع لواحد الاخ سعودي كتب لي في التعليق كلام يعني باستهتار وتهكم على اللاعبين الجزائريين واللاعبين اللي يلعبوا في الخليج من بين بنجاح وبلايلي وبالعملي. قال لي بلي انتم اللاعبين الجزائريين، انتم الجزائريين تنفخوا يعني في اللاعبين تبعكم، وانتم ما عندكم لاعبين ما يعني كما نقولوا بضاعه منتهيه الصلاحيه، وتقولوا احنا لاعبين يلعبوا في اوروبا ويقدروا يلعبوا في اوروبا، وبلايلي بنجاح حشرناه ما قدرش يتنفس، وهضر على مقابله السد والهلال السعودي، وبلايلي بان باللي لاعب عادي جدا، اما بالعملية يلعب في نادي نقدر قال لك نقولوا باللي نادي متوسط. انا جوابي لك مع احترامي للشعب السعودي واحترامي للسعوديه واحترامي لهذه الارض المباركه الطيبه، نقول لك زوز كلمات. انا تبان لي 8-0 مازالت تضر فيكم، و 5-0 ضد روسيا مازالت تضر فيكم. اما فيما يخص نحكي لك على بلايلي بالعمري، نقولوا مازال ما رجعش، نحكي لك على بلايلي. بلايلي لما يرجع خاصة يتأقلم مع الرطوبة والحرارة المرتفعة، رغم اني ضد فكرة انه بلايلي يلعب في الخليج، بلايلي يلعب في اوروبا من احسن، ما علينا. نقول لك زوز كلمات، بلايلي لما يتأقلم مع الرطوبة والحرارة المرتفعة راح يقريكم يعني راح يعلمكم كرة القدم كيفاش تلعب. نعطيك رسالة ليك واللاعبين السعوديين، نقول لهم باللي احضروا دروس ومحاضرات بلايلي لما يتأقلم مع الجو نتاعكم. اما بنجاح ما جيتش تكلم عليه، بنجاح انا عطيت رايي، بنجاح هذه نتيجة بنجاح يدفع ضريبة رفض الاحتراف والذهاب من اجل الاموال. ضريبة الاموال ها يحصد فيها، يفضل الاموال والمال والمادة اعلى الاحتراف والمستوى العالي. هاي النتيجة بانت البارح، وبنجاح مش حيلعب المقابلة النهائية مقابلة العودة بسبب الانذارات. خلينا من الموضوع هذا خوتي، نرجعوا لموضوعنا. موضوعنا على قضية محرز برناردو سيلفا، ما عطاولوش البالون، فرناندينيو، اغويرو، دافيد سيلفا، كانسيلو هذا اللي جابوه جديد نتاع جيفانتيس دخل في الخط. انا حاجة واحدة نقولها، انا قضية محرز على العنصرية تكلمت عليها العام اللي فات، وتكلمت وعطيت بالديتاي الأدلة قبل حتى ما تصرى قضية فرناندينيو. قضية تاع اللي جبدو من القميص نتاعو تنرفز محرز وغاضات وروحو، يعني لاعبين كامل ما هضرش معاهم، راح لمن محرز هذه العام قبل ما تصرى الحادثة. قلت باللي راه كاين دوكلون وكاين باللي ناس يكرهوا محرز هذه العام اللي فات، نذكروا مليح خاطر العام اللي فات قبل حتى ما تصرى قضية فرناندينيو، كي كان محرز جديد في السيتي، قلت باللي راه كاين كلون وكاين جماعة تاع سيلفا، دافيد سيلفا، ما قلتش برناردو سيلفا، قلت دافيد سيلفا وسيرلينغ، عطيت ديتاي. من بعدها صرات الحادثة تاع برناردو سيلفا اللي جبد من القميص محرز وضربو دار وكذا وكذا، من بعدها كمل محرز، ما نبوسيبلكش هذي معروفة. العام هذا محرز ألق، محرز رد على كل المشككين، واللي يقولوا محرز حشام ويحشم دار اللي عليه. البارح صديق الامس برناردو سيلفا عشان ما يمدلكش البالون، السيرلينغ نقولوا رجع، خاطر السيرلينغ ما عندوش، وحيد اللي يلعب بالون ويتحرك ويصغد ويعرف ويقاردي البالون ويعطي كرات ميليمتريه هو رياض محرز، نساوه البارح ما حبوش يعطوه البالون خلاص. سيتي 0-0، صوتو 0-0. اذا قضيه العنصريه وقضيه الكرون هذه مش جديده، ليش جديدة، ما تستغربوش منها، ليش جديدة. انا قلت انا ومزلت راه في رايي كاين زوج حلول، كاين زوج حلول ما كانش ثالث تاعهم.
الثقة العمياء لازم يديرها غوارديولا في محرز ويدير الثقة العمياء فيهم ويزير اللاعبين. تلعبوا كوليكتيف، لعب جماعي، نلعبوا للفريق، نلعبوا للمجموعة، اللهم بارك. ولا احتياط، ما تلعبوش للجماعة وتلعبوا يعني فرديات، تلعبوا وحدكم وصحابكم، ما تدوروش البالون على صحابكم، بالاحتياط، مكانك الاحتياط. اوكي هذه طريقة. الحاجة الثانية ما كانش حاجة ثالثة، روح ارحل الرحيل، كمل هذا الميركاتو الشتوي وروح، لحق ميركاتو الشتوي وروح، ما كانش، هذا هو الحل. احنا قلناها على صبحك بصح قلت لنا ما كانش منها عنصرية وانت ما تفهمش في البالون، انت شكون تفهم؟ انا عندي عام وعام من اللي قلت لكم راهي فيها عنصرية ستي وفيها الكلون، الحمد لله، وكل مرة تبين. بعد ما هدرت الهضرات هذه بعدها بشهر ولا شهرين، برناردينيو قبض محرز من المايو تاعو كونتر مانشستر يونايتد، الفيديو كاين والأدلة كاينة. أنا قبل بشهرين قلت رأيها وكاينة، شهر ولا شهرين قلت باللي راهي كاينة ديكلون، وبالفعل يعني اللاعبين كامل فرناردينيو ما شافهمش، راح ديريكت المحرز وحكمه من المايو تاعو من التريكو تاعو وبخو دار ودار ودار، والعالم كامل شافت بهديل هذا. وبالعكس غوارديولا ما نحاش فرناندينو، بالعكس خرج محرز، كي جبدو من تريكو خرج محرز ودخل صاني. دركا محرز يبين باللي راهو لاعب مستوى عالي، لاعب محرز الموسم هذا، مش محرز الموسم اللي فات. محرز غلقوا عليه اللعب، غلقوا عليه، ما حبوش يعطوا لي با، ما حبوش يعطوا البالون، ما حبوش غلقوا عليه خلاص غلقوا عليه. بصح محرز ما حبش، راح في بلاصه خطيته، في الكوتي خطيته، كوتي تاع برناردو سيلفا، راح الجهه هذيك وعطى الباس لستيرلينغ سجلوا هدف، باس ديسيزيف. اذا المشكله واضحه، الى باغي غوارديولا يبني فريق من المستقبل، الى باغي يروح لبعيد في الشامبيونز ليغ، ما كانش حل، كاين حل واحد بالنسبه لغوارديولا وحل واحد اخر لمحرز هو الرحيل. اما حل غوارديولا اللعب الجماعي، اللعب للمجموعه، لعب للمجموعه، اما باش تلعب لنفسك ولا الفرديات ريح في الاحتياط، ما عندكش بلاصه، هذا هو الحل، ما كانش حل اخر بالنسبه لغوارديولا. اذا باغي غوارديولا ما تكونش تكت ولاد، ما تكونش ديكلون، ما تكونش هذا ما يباسيش لهذا، ولا كاين جروب يلعبوا مع بعضاهم، لان تالق محرز ومن مقابله لمقابله تالق محرز في الشامبيونز ليغ في الدوري الانجليزي ازعج بعض اللاعبين، وعادوا خايفين على المناصب نتاعهم، عادوا خايفين على المناصب نتاعهم. اذا لازم غوارديولا يتدخل، لازم غوارديولا يغلب مصلحة الفريق على كل مصالح الشخصية، مصلحة فريق فوق كل اعتبار. إذا باغي السيتي ما يتكسرش، وباغي السيتي ما يتحطمش، وباغي السيتي يبقى في المنافسة ويبقى في المستوى العالي، لأن الهدف الأساسي والاستراتيجي نتاع السيتي هو دوري أبطال أوروبا وليس الدوري الإنجليزي. لو تقولوا غوارديولا نخيروك بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، يقول لك بدي دوري ابطال اوروبا، لان السيتي ما تحصلش على هذا اللقب، وامنيه حياه الاداره نتاعهم انهم يتحصلوا على الشامبيونز ليغ. باش تحصل على الشامبيونز ليغ لازمك صرامه، صرامه، وما كانش الخوف، ما تخافش من النجوم، الا خفت من النجوم خلاص باي 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 باي. محرز يعني يبين من المقابله لمقابله قلت باللي هو في المستوى العالي، محرز سواء في الدوري الاوروبي في دوري الانجليزي ولا دوري ابطال اوروبا هو رقم واحد انا بالنسبه لي للسيتي كلاعبين. اذا لازم على كيب غوارديولا التدخل، والا راح تغرق سفينه السيتي وتروح تتكسر بطوله 5 نقاط، ممكن تتوسع الفارق وتزيد الشامبيونز ليغ، ممكن ما يروحوش لبعيد الا بقات هذه العقليه. لازم الضرب بيد من حديد، اذا باغين يروحوا لبعيد. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مجموعة من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.